متابعين قناة الأدوات المنزلية، برحب بيكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا، هنشوف مع بعض من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والحيل وأحدث الاختراعات الذكية اللي بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا في المطبخ أو في البيت بشكل عام، وغير كده كمان إن هي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم المطبخ والبيت عندنا. أدوات كتيرة وجديدة هتشوفوها في الفيديو ده، بس قبل ما نبتدي الفيديو ده مع بعض، لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة ودي أول مرة بتشوفوا بيها قناة الأدوات المنزلية، اتمنى ان انتوا تنضموا لينا عن طريق الضغط على زر الاشتراك، ويا ريت كمان تفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناه باذن الله. وخلال ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده، لو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تضغطوا على زر اللايك، ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا ان انتوا تضغطوا على زر الديسلايك. ويلا بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ايه هي الادوات اللي موجوده معانا في الفيديو ده، ونتعرف ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. وفي نهاية الفيديو ان شاء الله هكلمكم عن الطرق اللي تقدروا من خلالهم ان انتوا تجيبوا كل حاجة انتوا محتاجينها لبيتكم ولمطبخكم. فبداية كده عندنا جهاز الشوي ده، طبعا دي شواية بتشتغل عن طريق الكهرباء وبيجي معاها كل العدة اللي انت ممكن تحتاجيها للشوي، طبعا زي الشبك او الصينية او الاسياخ اللي تقدري ان انت تشوي بيها اللحمة او الشيش طاووق او الخضار، وكمان تقدري ان انت تعملي بيها الحلويات اللي انت بتفضليها. بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا جهاز التقطيع اللي بيجي معاه كذا شكل من اشكال الفرم او التقطيع، وطبعا الجهاز ده عنده سرعة رهيبة جدا في التقطيع وفي الفرم زي ما انت شايفة معايا كده في الفيديو، وتقدري ان انت تستخدميه لفرم البطاطس او الجزر او البصل او اي حاجة تانية انت عايزاها. بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تسحبي كل الهواء اللي بيبقى موجود باكياس تنظيم الاكل المختلفة، وطبعا الطريقة دي بتساعدك ان انت تحافظي على الاكل بتاعك في التلاجة او في الفريزر لاطول فترة ممكنة. بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا أداة التنظيف دي، طبعا مرنة جدا في الاستخدام وبتساعدك ان انت تنظفي الشباك بكل سهولة من جوه ومن بره زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو. ودي بقى معانا دفاية البخار، طبعا بتشتغل عن طريق الكهرباء وتقدري ان انت تضيفي لها المية وبعد كده هتبتدي ان هي تدفيلك المكان كله عن طريق البخار. بعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، طبعا بيبقى عبارة عن كاميرا بتساعدك ان انت تنظفي الودان بكل سهولة، طبعا تقدري ان انت تشبكيها على الموبايل، بس الجهاز ده ما ينفعش اي حد يستخدمه، لازم يبقى حد بيعرف ازاي ان هو ينظف الودان من غير ما يأذيها. وهنا عندنا أداة التنظيف دي اللي تقدري ان انت تنظفي بيها الكوبايات او مختلف ادوات المطبخ، وطبعا بيجي معاها كذا جزء زي ما انت شايفة معايا كده بيساعدك على التنظيف بشكل افضل بكتير. وهنا عندنا المساحة دي، طبعا زي ما انت شايفة بتتشرب المية او السوائل بسرعة كبيرة جدا. وبعد كده عندنا العصارة دي، طبعا زي ما انت شايفة بتفصلك العصير لوحده ولب الفاكهة بيبقى لوحده، وطبعا انجاز رهيب لما تستخدمي العصارة دي تقدري ان انت تعصري بيها جميع انواع الفاكهة اللي انت بتفضليها. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز الرهيب ده، طبعا هو بيشتغل عن طريق الكهرباء وتقدري ان انت توزعي عليه الاطباق زي ما هو ظاهر عندك في الفيديو، وهو مهمته ان هو يخلي لك الاكل اللي موجود في الاطباق ده يفضل سخن طول ما الاطباق متثبته على الجهاز ده. وهنا عندنا المبخره دي، طبعا تقدري ان انت تثبتيها في اي مكان انت عايزاه. وهنا عندنا منظمات للشرابات او الملابس الداخليه، طبعا تقدري تثبتي المنظم ده بكل سهوله جوه الدولاب عندك وبعد كده تنظمي بيه الشرابات او الهدوم الداخليه. وهنا عندنا منظم للمطبخ، طبعا تقدري ان انت تثبتيه عندك على الرخام وبعد كده تنظمي عليه مختلف الاجهزه واللوازم اللي بتبقى موجوده عندك. وهنا كمان عندنا منظم للمطبخ تقدري تنظمي عليه المعالق او الشوك او السكاكين او قطاعه الخضار والفاكهه. وهنا كمان عندنا منظم ليه كذا طريقه في الاستخدام، ممكن تنظمي عليه الكوبايات او الاطباق، وممكن كمان تستخدميه لتنظيم التوابل او الزيوت او الصوصات. وهنا بقى معانا منظم البقوليات وتقدري كمان ان انت تستخدميه لتنظيم الرز او الدقيق، طبعا سهل جدا في التثبيت على الجدار وطريقه استخدامه سهله جدا زي ما انت شايفه معايا كده من خلال الفيديو. وبعد كده عندنا الحلة دي، طبعا انا مش عارفة ان كانت هي مصنوعة من الجرانيت او من حاجة تانية، بس ميزتها ان الاكل ما بعد كده عندنا اطباق التقديم دي اللي تقدري ان انت تقدمي بيها الخضار او الفاكهة. ويلا بينا بقى دلوقتي نشوف عندنا الجهاز الرهيب ده اللي تقدري ان انت تعملي بيه كذا اكلة انت بتفضليها، بس طبعا عن طريق البخار، يعني تقدري ان انت تعملي بيه الرز او تقدري ان انت تعملي بيه الخضار السوتيه.
بعد كده تعالي شوفي معايا الطاسة دي اللي تقدري ان انتي تعملي بيها اومليت البيض او الكريب، وتقدري ان انتي تقلبي بيها برجر اللحمة او الفراخ او البيض او اي حاجة تانية انتي عايزاها. وهنا عندنا الأداة اللي بتساعدك على إزالة البذر اللي بيبقى موجود في الزيتون أو في الفاكهة عامة، وهنا عندنا أداة كمان بتساعدك إن انتي تقطعي الحاجة اللي انتي بتشيلي البذر منها بالشكل الدائري اللي انتي شايفاه معايا في الفيديو. وبعد كده طبعا هنا عندنا جهاز هو عامل زي الخلاط كده، تقدري ان انتي تعملي بيه أي حاجة انتي عايزاها. وهنا عندنا الكتل اللي هو بيبقى شبه إبريق الشاي، وبعدها عندنا جهاز الطهي اللي بيساعدك ان انتي تعملي أكلات مختلفة عن طريق البخار، وهنا عندنا الترمس ده اللي بيظهر لك حرارة الحاجة اللي موجودة جواه، وهنا عندنا مكوى السفر. طبعا قلنا ان اسمها كده علشان حجمها صغير، يعني تقدري ان انتي تاخديها معاكي في اي مكان انتي بتروحيه. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة متنوعة من ادوات التنظيف اللي بتحتاجها كل سيدة مننا علشان تقدر ان هي تنظف بيتها بكل سهولة. الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام. لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اتعرضت في الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معانا في الفيديو ده، ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا، وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت. كملي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وبكل بساطة. وطبعا هم عبارة عن 3 طرق، تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه. فبداية كده لو انت عايزة طريقة معتمدة، تقدري ان انت تجيبي كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي باي. طبعا التطبيقات دي مشكلتها ان هي تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا، اما بالنسبة لاسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة، يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية. وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف. وعايزة اوضح لكم حاجة كمان، ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين بيه، يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية، انما مثلا الشحن لامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شوية، او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا ان انتوا تعتمدوها على حسب المكان اللي انتوا متواجدين بيه. بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحل لكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي صفحات الفيسبوك. طبعا الصفحات دي برضو بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين، وبتدفعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انت موجودة بيه. وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انت موجودة في مصر او في الاردن، معرفش بقى لو انت مثلا في السعودية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لا. بس اللي عايزة اقولهولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، تقدري ان انت تكتبي في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت، طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها. وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه. اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، فطبعا بتحتاج منك جهد لغاية ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي. فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي، اتمنى ان هو يكتب لنا في خانة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده. وبس كده، هو ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان كل الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم. ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك، ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا ان انتوا تضغطوا على زر الديسلايك.
ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدروا ان تكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. مستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة. سيبكم في رعاية الله.